الأخ شيف حلواني يقول في المسجد أضرحة. عموما النبي صلى الله عليه وسلم نهى في المساجد عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس عليها، لكن إن قدر وصلى شخص إلى قبر، وصلى شخص إلى قبر، هل الصلاة تبطل أو الصلاة تصح مع مخالفة النص؟ الصلاة تصح، وأورد البخاري لذلك حديث أو أثرا عن أنس رضي الله عنه أن عمر رأى أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة